السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل، اسمع ما أكده أنفنتينيو عن كأس العالم فيفا قطر 2022. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لدعمكم لي في هذه القناة. أنفنتينيو أكد أن كأس العالم فيفا قطر 2022 سيكون الأفضل في التاريخ. رحب إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بجماهير كرة القدم من مختلف دول العالم في قطر لحضور بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وقال إنفنتينو في تصريحات تلفزيونية اليوم من نيويورك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بطولة كأس العالم في قطر ستكون الأفضل في التاريخ من واقع التحضيرات القطرية للحدث وفكرة إقامتها في المنطقة العربية واكتمال جهازية قطر لاستقبال العالم، مشيرا إلى أنه كل واحد من أسرة كرة القدم في العالم يرحب بكل جماهير المنتخبات. وتابع بصفة رئيسا للفيفا، أفوض نفسي للترحيب بكل شعوب الكرة الأرضية الذين سيحضرون إلى قطر. أرحب بالعالم الذي سيكون متحدا خلال شهر كأس العالم. فالقطريون يعدون لحدث فريد من نوعه في استضافة أكثر من 2 مليون رياضي سيتابعون مباريات البطولة من داخل الملاعب، وخمس مليارات سيشاهدون الحدث من جميع أنحاء العالم، وسيكون الأمر مذهلا. وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن العالم سيكون موحدا ومتحدا خلال البطولة في قطر، وسيحتفل الجميع بكرة القدم. هذا ما قاله إنفنتينيو رئيس اتحاد الدولي لكرة القدم.